هذا هو العذر الثاني وهو السفر، فإن المسافر له في صفة صلاته ما ليس في الإقامة، فإذا سافر فله أن يقصر، وذلك أن يقصر الرباعية إلى ركعتين. لكن متى يستبيح رخص السفر؟ إذا فارق عامر قريته، فإذا ترك عامر قريته وخرج وأسفر في الصحراء فله أن يقصر وأن يستبيح رخص السفر ولو كان يرى بيوت قريته. المهم أن يخرج، حتى لو خرج عنها بمقدار شبر فله أن يستبيح رخص السفر، ولا يجوز له على القول الصحيح أن يستبيح رخص السفر وهو ما زال في بلدته.